مساء النور مشاهدي قناتكم المفضلة أخبار البلاد. خبر عاجل، الخبر يصلنا من الهاكا التي توجه إنذارا لهيت راديو بسبب برنامج مومو، البرنامج الذي يروج حسب الهاكا صورا نمطية تحط من كرامة المرأة حسب المصدر. بالفعل أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأنه سجل مجموعة من الملاحظات بخصوص حلقة 26 أبريل 2021 من برنامج مومو رمضان شو الذي تبثه محطة هيت راديو التابعة لشركة هيت راديو المغرب، حيث أصدر بناء على ذلك قرارا بتوجيه إنذار للبرنامج المذكور. وأفاد بلاغ نشر بموقع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن حلقة 26 أبريل 2021 من البرنامج الإذاعي مومو رمضان شو الذي تبثه إذاعة هيت راديو قد تضمنت عبارات وردت على لسان أحد المتدخلين في الحلقة مخالفة لمقتضيات قانون 7703 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبالخصوص المادة 9 من نفس القانون التي تشير إلى أنه يجب أن لا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو استغلال أو التحرش بها أو الحط من كرامتها. وأوضح مجلس الهاكا أنه وبعد المداولة وتبعا للشكايات التي توصلت بها والتي وصلت إلى ما يقرب 99 شكاية متوصل بها بخصوص نفس الحلقة، فقد تبين من خلال معاينة الحلقة السالفة الذكر أنها تضمنت عبارات وردت على لسان أحد المتدخلين في الحلقة. بهذا الصدد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن ردة فعل منشط البرنامج بخصوص تصريحات المتدخل لم تكن بالوضوح والحزم الكافيين لمساءلة الصور النمطية التي تضمنتها تصريحات المتدخل، وبالتالي لم يكن تدخل المنشط كافيا للاستجابة لمتطلبات التحكم في البث وواجب السهر على جدية ورصانة تناول الكلمة في البرنامج من طرف الضيوف والجمهور وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الخدمة الإذاعية هيت راديو المادتان 6 و7 على التوالي. ولهذه الأسباب يصرح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من خلال بلاغ له أن شركة هيت راديو المغرب التي تقدم الخدمة الإذاعية هيت راديو لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمحاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة وحماية واحترام الحياة الخاصة وواجب التحكم في البث.